ومن ضمن هذه الأشياء مثلا اللي هي رسائلنا إلى الحكومات اللبنانية متعاقبة عن وجود آلاف الجوازات المزورة التي كانت مثلا في عهدة ميليشيات وما ميليشيات، وهذه أكيد تضر بكل مواطن لبناني. ووعدتنا طبعا الحكومة اللبنانية الحالية بأن هذه المشكلة انتهت، أبقينا كل خطوطنا مفتوحة مع حزب المؤتمر، وكل اتصالاتنا كانت بأن هذا الزواج اللي بين علي عبد الله صالح وبين الحوثي غير طبيعي زين، وأن هذا الزواج بينتهي بنكسة ومأساة لم نتوقع طبعا بشاعة اللي صار. هذه أزمة الصبر السعودي طال فيها، وأذكر مريت على المرحوم سعود الفيصل قال لي أنور سمعت الأشرطة هذه أشرطة القذافي؟ قلت له نعم طال عمرك سمعتها. قال لي أنا مش عارف، أنا في البداية يعني اعتقدت بأن الجماعة مندفعين، لكن لما تسمع الأشرطة ترى بأن هناك تخطيط ضدنا.